بنكمل يا جماعة مع بعض الأسئلة. وصلنا للسؤال 69، بيقول إيه بقى؟ فاتح كده ديسكتوب وفاتح شاشة صغيرة اللي هي ماي كمبيوتر، بيقول لك كلوز ذا ماي كمبيوتر ويندو، اقفل الشاشة ماي كمبيوتر. بعض الأسئلة جدا بتيجي يا جماعة على الإكس دي كده وتقفله، إيه وتقفلها من هنا. السؤال اللي بعد كده 75، فاتح لك ماي دوكمنتس وعبارة عن مجموعة من ملفات، بيقول لك which of these files، أي من هذه الملفات is compressed، مضغوط. بيقول لك click on the appropriate file to submit your answer، اعمل كليك على الفايل المناسب. طبعا يا جماعة احنا عارفين ان شكل، حتى شكل ملف مضغوط، يعني ده ملف اكسس، ده ملف فيديو او ميديا بلاير، ده ملف اكسل اس اللي هو اكسل، ده ملف باوربوينت، ملف وورد، دي صورة. الملف الوحيد يا جماعة مضغوط اللي هو شبه في سوستة كده، هو ده يا جماعة، ده ملف اللي هو كومبريست، ماشي، تبع برنامج ايه، ونزاي. بعد كده السؤال رقم 71، فتح لك كده اكسبلور ومنشط لك وفتح كده الايه والسي، ماشي، ودي الملفات اللي في السي. طيب بيقول لك ديليت ذا نوتس دوت دوك، احذف الملف اللي اسمه نوتس. طبعا يا جماعه سؤال مكرر، بنيجي على النوتس ده لما كليك يمين ديليت او نحدده، ونيجي على الاشاره دي اللي هي عامله الاكس دي نعلم ايه عليها، دي برضو ايه ديليت. خلاص بعد كده السؤال رقم 72 جايب لنا كده ديسك توب، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تو ايكونز، في اتنين ايقونه اون ذا ذيس سكوب، على هذا على سمارت دوت كود بي يوزد، ممكن تستخدم تو ديسبلاي عشان تعرض all of the storage devices، كل أجهزة التخزين that are connected to the PC، اللي متصلة بالبي سي. دبل كليك اون ايزر وان او ناو، يعني اضغط على واحدة دلوقتي. طبعا يا جماعة احنا عارفين ان الايكون دول اللي هم ماي كمبيوتر وماي دوكمنتس، ماشي، وممكن برضو ماي ورك بيسز عشان هي في نتورك شغاله وفي اجهزه متصله، فبرضو المونيتور بتوضح لنا انهي اجهزه بالظبط ايه متصله. طيب احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي ان هو عايز يعمل كليك على واحده فيهم اللي هي طبعا ايه ماي كمبيوتر، فبتيجي على ماي كمبيوتر تعمل دبل كليك وكده السؤال ايه خلاص. بعد كده عندنا السؤال 75، فاتح لنا كده اكسبلور، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك which of these files، اي هذه الملفات is stored، متخزن on the desktop of this PC، على سطح المكتب لهذا ايه الجهاز. طبعا هو فاتح هنا ماي دوكيومنتس، لا بتيجي انت تختار من اللي فوقيه ديسكتوب زي ده كده يا جماعه، زي الشكل ده اهو، بتيجي تعلم على ديسكتوب يفتح لك الملفات، بتشوف انهي ملف من هنا بقى موجود هنا وتعلمه، مش كده؟ يعني في كلابنج، انفويس، سبلايز، لايبرري، بتشوف كده هتلاقي ملف اسمه انفويس اهو، ماشي، وتعلم على انفويس وتقول له ايه سبميت. بس يا جماعه يبقى هي كل الغرض منها انك انت بس تروح على ديسكتوب تقف عليه عشان يجيب لك ايه الملفات، تشوف تقارن هنا بهنا وتشوف ايه الموجود. السؤال اللي بعد كده رقم 74، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك بيديك سطح المكتب وبيقول لك يوز رايت كليك، استخدم رايت كليك منيو كوماند، امر القائمه بتاع الكليك اليمين، تو اوتوماتيكالي كومبريس ذا كلاينتس دوت ام دي بي، عشان عشان تضغط اوتوماتيكيا الملف اللي اسمه كلاينتس تو از زاي فايل اون ديسكتوب. اه يا جماعه ملف اسمه كلاينتس عايزك تضغطه، بتيجي عليه كليك يمين وتقول له اد تو زايب بس، ماشي، وهو ايه هيعمل له ضغط ايه جنبه على طول. طيب بعد كده رقم 75، جه بقى الاسئله اللي هي ايه اللي هي فيها بتسحب الجمله وتحطها هنا او هنا، جايب لك شكل كده، ركز معايا في الشكل ده لان السؤال ده كسر ما بيجي، جايب لك هنا عشان هنا بيقول لك كاريز نو ريسك، يحمي او لا يحمل اي خطوره، وفي سبريدنج كمبيوتر فايروس، يعني هنا في حاجات ما بتساعدش على انتشار ايه الفيروس، تبقى هي اتحط هنا، وهنا كاريز ريسك اوف سبريدنج ا كمبيوتر فيروس، بيحمل خطوره انتشار الفيروس، وده بيحمل الخطوره. تعالى نقرا الجمل ونحدد بقى هل هي هنا ولا ايه هنا. اول جمله بيقول لك سوفت وير داونلودد اوفر نتورك كونكشن، سوفت وير يعني برامج داونلودد نازله من او اوفر عبر نتورك كونكشن، عبر اتصال شبكي.
طبعا يا جماعه ممكن تساعد على انشاء اقدر جهاز من فيروس وفي سوفت وير راح على جهاز ثاني يبقى الفيروس برضه، يبقى هيساعد على انشاء ايه الفيروس. يبقى هناخدها كده ونحطها على ايه، يعني ناخد الجزء ده كده ونحطه الناحيه دي لانه بيحمل ريسك. طيب سوفت وير داونلودد فروم ذا انترنت، برامج نازله من الانترنت طبعا، ده السورس بتاع الفيروسات خلاص، فبرضه بتحمل ايه خطوره، ناخدها ونحطها ايه الناحيه دي. طيب انفورماتد فلوبي ديسك، كورس مليان غير مفرمط طبعا، لسه ما عملوش حاجه خالص ونضيف فما بيحملش اي ريسك خالص، فبنحطه على ايه الناحيه دي. الرابعه بقول لك ان ايميل، بريد الكتروني اتاتشمنت from someone you know. بريد الكتروني مرفق، يعني في جوه حاجه، يعني جاي مثلا بمسج، جاي بفايل معاه، لكن ايه from someone you know، من شخص تعرفه. طبعا شخص تعرفه اكيد مش هيأذيني، فبيحمل يا جماعه لا يحمل اي ايه خطوره، فبيه ناحيه دي. طيب كلين ديسك، كورس نظيف that has been stored، اتخزن مع with an infected disk، مع ديسك ملوث. ماشي، هل الديسك النظيف دوت هينقله فيروسات؟ ده هو نظيف اصلا يبقى لا يحمل اي ايه خطوره. يبقى عندنا مع اول اثنين، السوفت وير داونلودد اوفر نتورك كونكشن والسوفت وير داونلودد فروم ذا انترنت، الاثنين دول بيحملوا ريسك. التلاتة اللي بعدهم سواء كورس مرن من غير مفرمط او ملف مرفق به رساله يعني، او به ايميل مرفق به ملفات من شخص تعرفه، او كورس نظيف، التلاتة دول بيخصوا نو ريسك يا جماعه اوف سبريدنج ايه كمبيوتر فايروس، يعني لا يحملوا اي خطوره من انتشار فيروس. السؤال اللي بعد كده رقم 76، جايب لك بوكس كده كبير وكاتب لك ستورج ديفايس، يعني اجهزه التخزين، عايز يعرف اي من دول كده عباره عن ستورج ديفايس ممكن نخزن عليه. طبعا السيد روم يا جماعه بنخزن عليه، بنسخ عليها سوفت وير او داتا، وعندك ايه الزايب ديسك، يبقى هم الاثنين دول بس هم ستورج داتا، ما ينفعش طبعا المونيتور ولا ينفع. تمام، فطبعا او سيد روم والزاب ديسك، الميكروفون والكيبورد والماوس والموتور ما ينفعوش خالص ايه ستورج ديفايس او اجهزه التخزين. الماوس والميكروفون والكيبورد ده انبوت ديفايس اجهزه ادخال، والموتور ده اوت بوت ديفايس اللي هي اجهزه ايه اخراج. بعد كده السؤال رقم 77 بيقول لك ايه بقى، بيقول لك اف ذا كمبيوتر ابلكيشن، لو تطبيق الكمبيوتر اللي انت شغال عليه يو ار وركينج اللي انت شغال عليه هاز فروزن تجمد، وات از ذا فيرست ثينج يو شود دو، اول حاجه هتعملها ايه؟ هل هتعمل ري انستول ذا نون ريسبوندنج ابلكيشن، تعمل له اعاده تصطيب او اعاده انزال جهاز لهذا البرنامج او هذا التطبيق الغير مستجيب، ولا بريس كنترول والت ديليت، ولا بتدوس على كنترول والت ديليت، ولا تيرن اوف ذا بي سي باور سبلاي بتقفل الباور سبلاي بتاع البي سي، ولا سيلكت اكزيت بتختار خروج فروم ذا ابلكيشنز فايل منيو من قائمه ملف. طبعا يا جماعه لو الجهاز فروزن او هانج اب مهنج فبنختار بريس كنترول الت وديليت، ليه؟ عشان يديها تاسك مانجر ونختار من خلاله البرنامج اللي هو النوت ريسبوندنج ونقول له اند ايه تاسك. بعد كده السؤال رقم 73 بيقول لك بريسنج ويتش اوف ذا فولوينج كيز، يعني ضغط اي زر من اللي جاي دوت وود بيس ا بيكتشر، حاجه على صوره اوف وات از كارنتلي ديسبلايد، صوره لما يعرض حاليا اون يور مونيتور على شاشتك اونتو ذا كليب بورد، يعني هياخد يا جماعه هيعمل طباعه للشاشه اللي موجوده قدامك. فاحنا طبعا خدنا يعني ايه طباعه شاشه اللي هو الكي اللي هو اسمه برنت سكرين، فهنختار هذا الايه اختيار برنت سكرين. بعد كده السؤال 75، نفس يا جماعه السؤال بس بشكل ثاني برضه، which of the keys on the graphic keyboard would place a picture of what is currently displayed on the monitor on the clipboard، نفس الكلام هيضع صوره من اللي انت حاليا بتعرضه على الشاشه، فهنروح ايه بس هو امام بيجي لك خراب بقى وبيجي لك شكل الكيبورد، فما عليك الا ان انت بتروح ايه، بتروح للزر اللي هو اسمه برنت سكرين وبتدوس عليه، تم كليك عليه. بعد كده
السؤال رقم 80 مدينا سبيس كده مساحة أو مساحة خالية، وبقول لك ار امبورتنت هامة as they tell the computer، لأنها بتخبر الجهاز which application to use، أي تطبيق هيستخدمه to open a file عشان يفتح ملف. ده يا جماعة خدناها قبل كده، حاجة اسمها file extensions، يعني امتداد الملف. يعني امتداد الملف لما كنا مثلا بنقول ملف وليكن نيمو أحمد دوت دوك، طالما دوت دوك دي ملف وورد، دوت اكس ال اس ملف اكسل، دوت مثلا تي اكس تي ملف نصي، وهكذا. يبقى اذا يا جماعه الفايل اكستنشن اللي هو ده كده هو ده اللي بيحدد انهي تطبيق هيفتح الايه الملف. بعد كده رقم 81 بيقول لك disabling any viruses within a file is called، يعني عدم تمكين او عدم مقدره او تعجيز الفيروسات في الفايل is called ايه؟ طبعا تطهير يا جماعه، بنطهر الفايل من الفيروسات. ايه معنى هنا تطهير؟ disinfecting. disinfecting طبعا infect يصيب، disinfect يطهر او يصحح الفايل من الفيروسات. فهنا disabling بتساوي disinfecting. طبعا ما ينفعش deleting حذف وdisarming ولا virus scanning فحص الفيروسات ولا file clean up ولا تنظيف الملف. لا، هو طالما قال لك اتكلم عن الفيروسات بيعملها عدم قدرة أو عدم تمكين، يبقى is called disinfecting أو تطهير. بعد كده السؤال رقم 82 بيقول لك which of these statements is false، أي من هذه الجمل خاطئة. It's important to back up files، من المهم جدا إنك تعمل حاجة اسمها باك اب. يعني يا جماعة كلمة باك اب؟ باك اب يعني بعمل نسخة احتياطية للملفات اللي عندي على الجهاز. طب ليه؟ اقدر الجهاز عندي السيستم وقع، اقدر في عندي ملفات مهمه جدا محتاجها، طب لو الجهاز اتفيرس الملفات دي تروح، فبعمل حاجه اسمها باك اب للملفات، يعني نسخه ممكن استرجعها في اي وقت. اهو اتس امبورتنت تو باك اب فايلز، مهم جدا تعمل نسخه احتياطيه للملفات تو ان اكسترنال ستورج ديفايس، لجهاز تخزين خارجي. سوزت ليه؟ اهو بيقول لك يعني طبعا هنختار، خلي بالك ان هنختار الجمله مش الصح، هنا في داتا صح وواحده غلط. هنا بيقول لك يو ستيل هاف فايلز، لسه عندك ملفات ستورد ان اكسترنال لوكيشن، متخزنه في مكان خارجي. اف ذا بيلدينج ويز يور بي سي از فلودد، يعني لو حصل للبناء او السيستم بتاعك حصل له حاجه، فعندك ملفات احتياطيه بره. طبعا صح، بقول لك original files الملفات الأصلية can be restored، ممكن الناس تردها from backup من نسخة الاحتياطي if someone on the network، لو واحد على الشبكة deletes files by mistake، شال أو حذف ملفات عن طريق الخطأ. طبعا طبعا ممكن في أي لحظة نرجع الملفات إيه اللي إحنا عملناها إيه backup. تالتة بقى أول اتنين دول صح، يبقى هي مش false، اتنين أول اتنين دول true. two teams can work on the same files in two different locations. Two teams يعني فريقين can work on the same files، ممكن يشتغلوا على نفس الملفات في مكانين مختلفين. طبعا ده كلام مش صحيح خالص. ازاي؟ انا بعمل نسخه حقيقيه عشان اعمل لها ستورج في مكان خارجي، وبحيث ارجعها لو في اي خطر او في اي ديليشن حذف للملفات، لكن ما ينفعش واحد يشتغل عليها ثاني في مكان ايه اخر. خلاص، يبقى هي دي يا جماعه الجمله ايه الفولس اللي عندي. طب نقرا رابعه، يقول لك يو كان ريستور يور فايلز، ممكن ترجع ملفاتك فروم باك اب اف يو لوز يور لابتوب، لو فقدت الجهاز بتاعك اللابتوب بتاعك ممكن ترجع ايه الملفات نسخه احتياطيه. طبعا دي صح. يبقى يا جماعه الاولى والثانيه والرابعه ترو، لكن الثالثه اللي هي في مجموعتين من الناس او في فريقين ممكن يشتغلوا نفس الملفات في مكانين مختلفين، طبعا ده كلام ايه خالص او خاطئ. السؤال اللي بعد كده هو يا جماعه تقريبا نفس السؤال اللي فات بس بطريقه اخرى، او which one of these statements is false، بيقول لك it's important to back up files to an external storage device، اهو من المهم انك تعمل نسخه احتياطيه من الملفات على مكان تخزين او جهاز تخزين خارجي. ليه يا عم؟ اهو هتلاحظ ان بص تعال اخر اجابه بيقول لك two sets of people، هناك قال لك two teams، هنا قال لك two sets of people، هي ما تفرقش، مجموعتين من الناس فريقين اهو، can both work on the same files، ممكن يشتغلوا نفس الملفات
اف زي ار ان ديفرنت لوكيشن، في اماكن مختلفه. الكلام ده غلط، الكلام ده ايه غلط. يبقى هناك تو تيمز، هنا تو سيتس اي او في. بعد كده السؤال رقم 84 بيقول لك واي دو نيد، ليه احنا محتاجين تو ريجولارلي ابديت يور فايروس سوفت وير؟ ليه انت محتاج دايما انك تعمل ابديت للفيروس او للاند فيروس بتاعك؟ ليه يا جماعه محتاج تعمل تحديث؟ يعني ايه يا جماعه تحديث؟ يعني بزود اسماء الفيروسات في الداتابيز بتاعت الفيروس بتاعت الاند فيروس. يعني بمعنى ان انت مثلا عارف 30,000 فيروس، لو في فيروس جديد بره 30,000 مش هيعرفه، هيعدي منه ولا هو شايفه، لكن بعمل له ابديت عشان يشوف اخر الفيروسات اللي هي ايه اكتشفت. تعال نشوف بقى. يبقى انا دلوقتي بعمل تحديث ليه بقى؟ اول جمله so it can protect، عشان يقدر يحمي في الكمبيوتر from the latest viruses، عشان يقدر يحمي الكمبيوتر بتاعك من اخر الفيروسات المكتشفه. طبعا دي الاجابه الصحيحه بسرعه كده، هي الاجابه الصحيحه ماشي. يبقى انا بعمل ابديت او تحديث للاند فيروس عشان ايه؟ عشان يعمل بروتكشن، حمايه لاخر الفيروسات اللي ايه اكتشفت. طيب الثانيه بلوك تيك تو كيب يور انت فيروس سوفت وير، عشان يخلي السوفت وير بتاع الانت فيروس بتاعك كومباتبل ويز يور او اس، متوافقه مع الاوبريتنج سيستم، مع نظام التشغيل، ما لهاش علاقه. تو ريبليس فيروس سكاننج، عشان يبدل فحص الفيروسات، برامج فحص الفيروسات ذات هاز بيكم انفكتد ثرو يوز، اللي اصبحت ملوثه عبر الاستخدام. لا طبعا. So it doesn't waste time، عشان ما يضيعش وقت looking for out of date viruses، عشان ما يضيعش وقت في ان هو يدور على فيروسات اوت اوف ديت قديمه. طبعا يا جماعه هي اول اجابه ان هو so it can protect your computer، عشان يحمي الكمبيوتر بتاعك from the latest viruses. كلمه ليس يعني احدث الفيروسات او اخر الفيروسات. السؤال اللي بعد كده رقم 85 بيقول لك complete the following statement، كمل الجمله التاليه. A computer virus، فيروس الكمبيوتر، is a program that، برنامج مالوعه، can make the hard disk، ممكن يخلي الهارد ديسك اللي هو القوس الصلب unusable on a computer، غير مستخدم او في حاله غير مستقره على الجهاز بتاعك. طبعا صح، طبعا صح على طول، هي دي الاجابه الصحيحه. طب نرى الباقي، will always be spotted by antivirus software، ممكن يكتشف بالانت فيروس، ودي برضه ممكن تبقى اجابه، بس لو طلب منك اجابه واحده اختار اول واحد ديت اللي هو بيخلي الهارد ديسك unusable. ثالثة can be avoided، ممكن نتجنبه if you regularly back up your hard disk، لو عملت نسخة من الهارد ديسك، حاجتين هارد ديسك. لا can not infect a stand alone PC، لا يمكن أن يصيب stand alone PC، يعني جهاز بمفرده. لا طبعا، ممكن جهاز يصاب مثلا بفلاش ميموري، فلاشة عليها فيروس، فتحط الفلاشة يصاب، أهو جهاز لوحده أهو، ولا على نتورك ولا على الإنترنت. تمام. اللي بعد كده السؤال رقم 86 بيقول لك which two of these statements، عايز جملتين من الجملتين دول could each be used، ممكن يستخدموا to complete the following sentence، عشان تكمل الجملة التالية. برضه بيتكلم عن الكمبيوتر فيروس، يبقى بيقول لك a computer virus is a program that، الفيروس الكمبيوتر برنامج ماله بقى، can usually be detected، ممكن نلاقيه او نعرفه by antivirus software، طبعا صح، ببرامج مضاده للفيروسات زي نورتون مكافي، اي بي جي، كاسبر، الحاجات دي كلها، دي صح. ادي اول جمله بالاثنين اللي قال عليهم. طيب كان نوت انتر يور كمبيوتر، ما يقدرش يدخل جهازك unless اذا لم يور كمبيوتر از اون ات ورك، لا يعني لازم الكمبيوتر بتاعك يكون على شبكه عشان يدخل، شرط والله، ده غلط. disappears once، بيختفي once it has disappeared a message، وقت ما يعرض رساله بيختفي، والله ما كانش حد غلب. لا طبعا، هو ما بيخرجش الا كل فين وفين، لازم يكون انت فيروس قوي، ولازم يكون انت فيروس ابديت كمان، يعني متحدث. الثالثه كان ريبروديوس اتسيلف، يعني ممكن يتكاثر من نفسه فيا ايميل اتاتشمنت، عبر مرفقات الايميل. طبعا طبعا، لو انت تخيل انت كده بعت او اتبعت غصب عنك فيروس في اتاتشمنت الايميل، ابص تلاقي منك راح للراجل التاني، انت بعت رساله ومنه لغيره وهكذا، فطبعا ايه بيتكاثر. يبقى يا جماعه اول جمله والجمله ايه الرابعه هم اللي هم عايزهم.
الاخيره بيقول لك كان انتر الكمبيوتر ممكن يدخل الكمبيوتر سيستم اف هاردوير لو في هاردوير ساتش از نيو ماوس زي فاره جديده از اتت. يا سلام، يعني انت لو حطيت فاره جديده في فيروس يخش معاها. اعتقد طبعا كلام مش مظبوط خالص. السؤال اللي بعد كده 87 بيقول لك ديس انفكتنج، سؤال مكرر، ديس انفكتنج افايل، تطهير ملف، ماشي معناه ايه؟ اهو على طول اهو، ديسيبلز اني فايروسز ان ذا فايل، تعجيز الفيروسات او تطهير الفايل من ايه؟ من الفيروسات. ما ينفعش طبعا ديليت ذا فايل، حذف ملف او ريموفز اني باجز فروم ذا فايل، ازاله اي اخطاء، باجز دي اخطاء وغالبا ما بتبقى اللي هي في الكودز، في الكود اللي هو الشفره ولا حاجه بتاعت الفايل، طبعا مالهاش دعوه بالموضوع خالص، هو بيطهر فيروسات. prevents it from getting other virus، بيحميه من ان هو يبقى فيروس اخر. لا هي يا جماعه disinfecting a file معناها او الميننج بتاعها اللي هو disables any viruses in the file. السؤال 88 بيقول لك reducing the size of a file. reducing اللي جايه من reduction يعني تقليل مساحة الملف. So it will take up less storage space، عشان ناخد مساحة تخزينية أقل. On a disk على القرص is known as، يعرف بإيه؟ أنا بقلل من مساحة فايل عندي على الجهاز، اسمها إيه؟ ضغط، اسمها إيه؟ ضغط. يبقى هي جاية compressing، عارفين يا جماعة compressing يعني ضغط. السؤال بعد كده نفسه بس بصورة أخرى، بيقول لك shrinking a large فايل، شرينكينج يعني تقليص، تقليل مساحة ملف كبير، makes it easier to send via email، يجعله أسهل الإرسال عبر الإيميل. to do this، عشان أعمل كده to a file، الملف يود هعمل فيه إيه؟ أو بقلل مساحته وأعمل فيه إيه؟ بضغطه يا جماعة، يبقى compress it، هذه الإجابة. أوكي يا جماعة، اخر سؤال عندي اللي هو 90 91، هتلاقيهم على الكومبريس والاكستراكت طبعا مكررين. يوز رايت كليك منيو كوماندز تو اوتوماتيكالي كومبريس ذا اكونت، يعني عشان اضغط ملف بعمل ايه؟ باجي يا جماعه رايت كليك على الملف واقول له اد تو سايت. طيب عمليه عكسيه عشان افك الضغط بتاع ملف، اهو هو عايز اكستراكت، باجي على الملف اعمل كليك يمين واقول له اكستراكت. اوكي يا جماعه، وبكده يبقى خلصنا مجموعه الاسئله اللي هي على ويندوز. يا ريت يا جماعه تسمعوا الشرح بعنايه وتحاولوا تطبقوا كل مثال او كل سؤال من الاسئله بايدك، لازم تطبقه بايدك عشان تعرف تروح فين وتيجي منين لو جالك ايه نفس السؤال. هو تقريبا بيجي لك نفس الاسئله يا جماعه تيبيكال، حرفيا. وربنا يوفقك ان شاء الله.